في جولتنا اليومية على صفحات الصحف الصادرة اليوم ببلدان أوروبا الغربية، اهتمت صحيفة The Guardian البريطانية بعودة رئيس الوزراء بوريس جونسون مساء أمس إلى داونين ستريت في الوقت الذي توجد فيه حكومته تحت ضغط تدبير أزمة فيروس كورونا. وأوضحت الصحيفة أن الحكومة أعطت مؤخراً إشارة واضحة حول الكيفية التي تأمل أن تدبر بها المرحلة القادمة من الوباء، لا سيما من خلال فرض إجراءات الحجر الصحي على جميع الوافدين على مطارات المملكة المتحدة، والإبقاء على تدابير مسافة التباعد الاجتماعي كمعيار جديد بعد رفع تدابير الحجر. ونقرأ على صحيفة لوموند الفرنسية في افتتاحية عنوانها دروس نقص الاختبارات أنه منذ بداية الأزمة ظهرت فرنسا متأخرة في حربين، حيث كان عليها في بداية الجائحة أن تواجه نقصاً في الأقنعة، وهو ما حاولت السلطات في البداية إنكاره. وأوضحت الصحيفة أن فرنسا وجدت بعد ذلك أنه من الصعب للغاية الامتثال لتوصية المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الذي يحث الدول التي تشهد انتشار الفيروس بإجراء الاختبارات اللازمة. وفي إيطاليا كتبت صحيفة الفاتو كوتيديانو أن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أعلن مساء أمس عن البدء في مرحلة جديدة من التعايش مع فيروس كورونا المستجد ابتداء من الرابع من مايو المقبل، وذلك بتخفيف قيود الحجر الشامل وإعادة فتح الأنشطة على نحو تدريجي. ونقلت اليومية عن كونتي قوله في كلمة للإيطاليين بعد النجاح في تطويق الوباء: إنه بفضل القوة التي أبداها المواطنون يمكن الآن بدء مرحلة جديدة يتعين التعاطي معها بمنهجية وصرامة. صحيفة تاكس سايتونغ الألمانية سلطت الضوء على التظاهرات التي شهدتها ألمانيا نهاية الأسبوع المنصرم والتي قادها إيديولوجيو نظرية المؤامرة. وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 1000 شخص تظاهروا في برلين والمئات في شتوتغارت إلى جانب تجمعات في أكثر من 12 مدينة أخرى، والتي انتقدوا فيها ما أسموه بديكتاتورية كورونا، معتبرين أن تدابير الحماية الحكومية غير معقولة، حيث يربطون بين ظهور الفيروس وأساطير المؤامرة.